لغتي العربية. هيا يا أصدقائي لننطلق معا ونستكشف حرفنا الجديد. إب إت إث إج إح إخ إد إذ إر إز إس إش أص أض أط أظ إع إغ إف إق إك. رددوا معي، إنه حرف الإك. إك. اليوم حرفنا هو حرف الإك. اسمي كاف، صوتي إك. إك كتاب. إك كتاب. والآن حرفي هو حرف الإك. صوتي إك مع كلمة كرز. إك كرز. إك كرز. هيا أصدقائي لنميز أشكال حرف الإك. إك في أول الكلمة، إك في وسط الكلمة، إك متصلة في آخر الكلمة، إك منفصلة في آخر الكلمة. لنتعلم طريقة كتابة حرف الإك. والآن أعزائي الطلبة، هيا نتعلم كتابة حرف الإك ومقاطعه. أربع أشكال. بداية فوق السطر، شحطة مائلة، مائلة، ثم نرجع على نفس السطر. الآن إك في وسط الكلمة، نضع يدنا على السطر إلى الخلف، ثم خط مائل للأعلى إلى الأمام، ثم أرجع عليه، ثم أنزل، نكمل على السطر. إك في وسط الكلمة، إك في آخر الكلمة، أعلى السطر عمود، بنزل أمشي على السطر على شكل صحن. انتبهوا أصدقائي، ما بنزل عن السطر وعمودي طويل، بحط في بطني همزة. إك منفصلة. الآن إك متصلة، خط على السطر، عمود إلى الأعلى، ثم أرجع أنزل إلى الأسفل، ثم على السطر صحن صغير وذنبة صغيرة وفي بطني همزة، فيصبح إك متصلة. ميزوا معي أشكال ومقاطع حرف الإك. كلمة كيتا، كتائب، كتاب. هنا جاء حرف الإك في أول الكلمة، إك في أول الكلمة. سو إك سك، وإر سكر. هنا جاءت في وسط الكلمة، قبل حرف وبعد حرف. شو با شبا، إك شباك. هنا جاء صوت الإك في آخر الكلمة منفصل، في آخر الكلمة منفصل، مع كلمة سا إم سام، وإك سمك. هنا جاء حرف الإك مع كلمة سمك متصل، إك متصلة. كي كو، ك كلب، ك كتكوت، كو كرسي، كو كرة، كي كتاب، كي كبريت. والآن هيا لنتعلم ربط حرف الإك مع المد القصير. إك أ ك إك أو إك عمود طويل، صحن على السطر، همزة في بطني، ما بينزل تحت السطر أطفالي. كي إك إي كي ك كو كي ك إل كل إب كلب. ك هنا جاء صوت المد مع كلمة كلب، فتأة كلب.
كو كرسي. هنا جاء صوت المد أو في كلمة كرسي. كي مع كلمة كتاب. كتاب. كي هنا جاء صوت المد إي. ك كو كي. استمعوا الآن إلى أصوات المد الطويل. ك كو كي. رددوا معي هيا. كاس كاس. كوسة كوسة. كوخ كوخ. كيس كيس. أبدعتم. والآن ربط حرف الإك مع المد الطويل. حروف المد الطويل أ أو إي. إك نبدأ من أعلى السطر خط مائل إلى الأسفل. أ كا خط مائل. إك أو كو. إك أو كو. إك مائل إلى الأسفل إلى الخلف. كي بشكلينها إك إي وسن الإي. كي إك إي كي. مع الكلمات كا إز كاس. كو إب كوب. زا كي زاكي. كي إس كيس. لو بحثنا أطفالي عن مواضع حرف المد الطويل لإك آ إك أو إك إي في الكلمات نلاحظ في كلمة كاز جاء هنا حرف الإك آ مد طويل كا. في كلمة كوب كو. إب كوب. زا كي هنا جاء في آخر الكلمة إك إي. في كلمة كيس كي إس كيس. كا كو كي. أبدعتم يا أطفالي. لنركب معا. كا إز كاز. نكتب حسب اللفظ. كا إيس كاز. كو إب كوب. لنكتب كو إب كوب. والآن إلى جملة حرف الإك. كوب كو إب كوب. نكتب مع التهجئة شا مد طويل. إك شاك. إر شاكر. كوب شاكر. ك بي مقطع مد طويل. إر كبير. كوب شاكر كبير. كوب شاكر كبير. أحبكم أطفالي جميعا. الآن ميزوا حرف الكاف في القصة. يستيقظ كامل كل يوم على صوت ديك جميل. يصيح الديك في الصباح كوكو 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 كوكو. وفي يوم من الأيام لم يسمع كامل صوت الديك، أظن أنه مفقود. استعان بأخويه كندا وحكيم وخرجوا يبحثون عن الديك في كل مكان. وصف كامل الديك لهما قائلا: عرفه أحمر وصوته عال مسموع. بحث الأخوة عن الديك كثيرا
فوجدوه في الكوخ.